ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر أثار ضجة كبيرة في ولاية عنابة، وهو وفاة دكتورة في علم البيولوجيا درست في جامعة سوربون ورسمت أستاذة فيها، اسمها بوساري فلة، وهي أستاذة في جامعة عنابة قسم بيولوجيا، وعملت إطار في عدة مخابر وطنية. ماتت ليلة البارحة وحيدة في ليلة باردة حيث كانت تفترش شوارع المدينة. وحسب الصفحات على الفيسبوك التي تناقلت خبر وفاتها، صرحوا أنها أستاذة جامعية متقاعدة عانت من اضطرابات نفسية. يقال أنها انهارت صحتها العقلية بعد وفاة ابنها العام الماضي. إن لله وإنا إليه راجعون. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.